بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة السيرة النبوية الطاهرة حقيقة في دقيقة مع الحلقة 18 بعد 100. سؤال نضعه لأنفسنا جميعا ونأخذ من العبرة: لماذا صلح الحديبية هو الفتح العظيم للإسلام؟ هذا يظهر لنا من خلال المعطيات من بعثته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة إلى الحديبية في السنة السادسة للهجرة 19 سنة. عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل هو 1400 مقاتل فقط. ومن الحديبية في السنة السادسة للهجرة إلى فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، سنتان فقط، عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان 10,000 جندي مقاتل صحابي جليل. فجهد 19 سنة من الدعوة أثمرت 1400 مقاتل، وجهد سنتين من صلح الحديبية إلى فتح مكة أثمرت 10,000 مقاتل. فما الذي تغير؟ نفهم هنا بأن الإسلام هو دين السلم، وأنه ينتصر في السلم وينتشر في السلم، فلهذا سمي الإسلام وليس دين حرب وقتال. والسلام عليكم.